الإهمال الحكومي لقطاع الخدمات في البصرة بالرغم من ثروتها النفطية الكبيرة أبرز ما ناقشه مؤتمر شيوخ وعشائر البصرة في قضاء الزبير الذي يعاني من تدهور في جميع مناحي الحياة. حقيقة البصرة تعاني من هذا الإهمال المتعمد اللي استمر علينا من ذاك الزمن السابق إلى هذا الزمن، وكأنه البصرة ما موجودة على الخريطة، بالرغم أن البصرة لديها نهران، نهر دماء ونهر مال، إلا أنه تهمل. عندما يتعرض العراق إلى أي مشكلة اقتصادية تجد أن البصرة هي التي تعينه وهي التي تنقذه، وعندما يتعرض العراق إلى أي مشكلة بالوطن يعني حتى يدفع عنه الضيم أيضا أبناء البصرة يدافعون، لكننا نرى أننا مهملون وكأننا لسنا على الخريطة. وطلب وجهاء وشيوخ البصرة السلطات الحكومية باستحقاق البصرة من وزارتي النفط والنقل ومتابعة قطاع الخدمات في محافظتهم الذي يتراجع يوما بعد آخر. المطالبة بالإسراع بميناء الفاو الكبير وكذلك الإسراع بالمشاريع العملاقة والتي من شأنها أن ترفد الاقتصاد العراقي، وكذلك تطالب بطرد كافة العمالة الأجنبية واستبدالها بالشباب العراقي العاطل عن العمل. ويرى سكان قضاء الزبير أن الفساد الحكومي لعب الدور الأبرز في تلكؤ المشاريع الخدمية في القضاء ومحافظة البصرة بشكل عام. الواقع الخدمي بالزبير راه سيء جدا، لان كل مشروع هنا بالزبير حاليا يفتقر الى 3 سنوات او 4 سنوات وما كمل، لا شوارع مكسره وفيها هواي نقوصات كتبليط كبنى تحتيه كمجاري كشبكات مياه ما موجود وحتى الكهرباء. وتعاني البصره التي تطفو على بحر من النفط من تردي خدمات الكهرباء ومياه الشرب والزراعه، فضلاً عن تردي الطرق وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وفاقم ذلك الفساد الحكومي الذي استشرى في المحافظة.